بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. سعدني عمرو وادي أن أكون معكم في اللقاء الخامس من مادة القانون الجنائي مع تعمق لأستاذنا الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، المقرر الدراسي الدليل الجنائي الإلكتروني دراسة مقارنة. والمقرر النهارده نبدأ نتكلم النهارده زي ما احنا عارفين عن القانون الجنائي أو التفتيش في القانون الألماني، القانون الألماني بمعنى أصح. ولكن بقى انا افضل قبل ما نتكلم عن القانون الالماني والتفتيش في القانون الالماني ان احنا نتكلم عن اجراءات سير الدعوه الجنائيه في المانيا في مرحله ما قبل المحاكمه. زي ما احنا عارفين ان التحقيق الابتدائي في المانيا بيبقى عن طريق النيابه العامه او الشرطه اللي بتساعد النيابه العامه، ولكن في بعض الاستثناءات ان النيابه العامه قد تلجا الى قاضي التحقيق. يعني قاضي التحقيق عندهم بيبقى عباره عن مستشار ورئيس محكمه يعني. وده طبعا زي ما احنا عارفين ان معظم الاجراءات اللي بتتم في الرقابه على الامر الماس بالحريه زي التفتيش والقبض والحبس او مد الحبس الاحتياطي بيبقى عن طريق قاضي من قضاة التحقيق، وده بيبقى بدرجه مستشار رئيس محكمه، يعني قاضي بمعنى اصح يعني. وزي ما احنا قلنا ان النيابه العامه تشبه النظام الاجرائي في مصر، زي النيابه العامه في مصر كده بتملك سلطه الايه؟ التحقيق وسلطه احاله الدعوه الى المحكمه، وفي نفس الوقت برضه بتملك سلطه تنفيذ الاحكام الجنائيه، تمام؟ وزي ما احنا شايفين برضه ان النظام الاجرائي في المانيا برضه بيتبع نفس النظام، النيابه العامه هي سلطه التحقيق الابتدائي وبيعاونها برضه بعض افراد من الشرطه. وبناء عليه ان القاضي التحقيق هنا بيقوم بالرقابه على بعض الاجراءات الماسه بالحريه الشخصيه زي ما احنا قلنا، زي القبض والتفتيش اللي هو موضوع لقاء النهارده والحبس او مد الحبس الاحتياطي. ولكن بقى عشان الدعوه تتحال للمحكمه لابد يصدر بقرار من محكمه الموضوع ذات نفسها بافتتاح اجراءات المحاكمه، تمام؟ وزي ما احنا عارفين برضو ان اذا كان قاضي التحقيق دوت تم له التحقيق في قضيه من القضايا بناء على طلب النيابه العامه، ففي الحاله ديت يجوز لقاضي الموضوع ان يتنحى عن القضيه اللي سبق له ان قام بالتحقيق فيها، اللي هو قاضي التحقيق ذات نفسه قام بالتحقيق في قضيه بناء على طلب النيابه العامه. وده ساعات بيبقى استثناء لان الاساس ان النيابه العامه هي السلطه العامه المختصه بالتحقيق او بيعاونها الشرطه في بعض القضايا البسيطه، تمام؟ وده كان يعني معلومات كده بسيطة عن سير الإجراءات في النيابة في القانون الإجرائي الألماني في مرحلة ما قبل المحاكمة. طبعا والنهاردة هنتكلم بقى عن إجراءات المحاكمة ذات نفسها لما بيصدر أمر قضائي بضبط متهم، سواء كان الأمر دوت على شخص مشتبه به أو صدر بناء على حالة من حالات التلبس. ففي الحالة ديت السؤال اللي بيطرح نفسه، هل يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقوم بتفتيش الهاتف المحمول للشخص المشتبه به بناء على القاعدة المعمول بها أن إذا صح القبض صح التفتيش، ودي قاعدة عامة برضو معروفة ومشهورة في النظام الإجرائي الألماني، تمام؟ والنهارده هنتكلم عن القانون الالماني، ولكن طبعا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن الباب الثالث، وقلنا ان الباب الثالث ده بينقسم الفصل الاول تفتيش الاجهزه المحموله كاصل للقبض، وكان المبحث الاول بيتكلم عن جواز تفتيش الاجهزه الرقميه كاصل للقبض، واتكلمنا عن وجهه نظر القانون المصري، واتكلمنا في المبحث الثاني عن عدم جواز تفتيش الاجهزه المحموله كاصل للقبض من وجهه نظر القانون الامريكي. وقلنا ان القانون الامريكي فيه ثلاث اتجاهات، الاتجاه الاول ده كان الاتجاه التقليدي اللي كان بيرى جواز تفتيش الهاتف المحمول قصد القبض الصحيح، وكان في اتجاه وسط بيضع ضابط مستمد من قصد تفتيش الهاتف في حاله وجود صله بين التفتيش كاجراء يعني من اجراءات التحقيق وبين الجريمه اللي توقع القبض من اجلها. وكان عندنا اتجاه ثالث بقى، وده الاتجاه الحديث بقى اللي كان بيرى عدم جواز تفتيش الهاتف الاجهزه الالكترونيه ومنها الهاتف المحمول يعني التي بحوزه المتهم بناء على قبض صحيح، فلا بد ان يقع القبض بطريقه مشروعه وبناء على الضوابط والاسباب التي قام بوضعها المشرع الامريكي. والنهارده هنتكلم عن القانون الالماني بصفه عامه، وزي ما احنا عارفين ان القاعده الاصوليه الثابته في القانون الالماني كانت بترى ان امر القبض يجب صدوره من قاضي. وزي ما احنا اتكلمنا وقلنا قبل كده ان القاضي ده قاضي من قضاة المحكمة، وبيكون وفقا للضوابط والاسباب اللي بينص عليها المشرع الالماني، وكانت بتدعو الى اصدار هذا الامر بالقبض على شخص مشتبه به ام هناك
ادله او هناك اسباب، وزي ما احنا قلنا في القانون الامريكي هناك نظريه السبب المحتمل ده في القانون الامريكي، ولكن طبعا الوضع مختلف في القانون الالماني. وان المشرع الالماني ذات نفسه كان اجاز لكل شخص بدون صدور امر من القضاء الحق في القبض المؤقت زي القانون المصري كده في وجود حاله من حالات التلبس يعني، تمام؟ اذا المتهم دوت كان ضبط في حاله من حالات التلبس او كان بيلاحقه بعض الاشخاص العاديين طبعا، وده طبعا بيشمل احد الناس. والنص هنا كان بيقول لكل شخص بدون صدور امر من القضاء الحق في القبض المؤقت، والنص هنا كان نص صريح بيقول لكل شخص، والنص هنا عموم النص هنا كان بيشمل احد الناس، وطبعا بيشمل اعضاء النيابه العامه والشرطه اللي بتعاونها زي ما احنا قلنا قبل كده في اداء مهامها. وكان برضو كان النيابه العامه يجوز لها ان تلجا الى قاضي التحقيق للقيام ببعض اعمال التحقيق بناء على طلب من النيابه العامه، تمام؟ وده كان منصوص عليه في الماده 127 في البند الاول منها اللي اجاز فيها المشرع الالماني النيابه العامه وضباط الشرطه في حاله الضروره او الاستعجال ان يتم القبض على المتهم في حاله من حالات التلبس او في غير حاله من حالات التلبس. ولكن كان المشرع الالماني بيشترط توافر الاسباب اللي بتبرر القبض على الشخص المشتبه به او حبس احتياطي في حاله بقى عرض المتهم المشتبه او الجاني المشتبه فيه دوت على القضاء بعد كده لتقنين الاوضاع القانونيه ليثبت الصفه او الصبغه القانونيه على الاجراء الذي تم. المحكمه تقول بقى في الحاله ديت اذا الاجراء دوت تم بطريقه مشروعه او تم بطريقه غير مشروعه، وبيتم الاخراج عن المتهم، وبناء عليه كان لا يجوز بقى ان تزيد مده القبض عن اليوم التالي يوم واحد بس. وفي الحاله دي كان بيجب عرض المتهم على القاضي زي ما احنا قلنا بطلب من النيابه العامه تطلب حبس المتهم احتياطي، تمام؟ وزي ما احنا عارفين ان المشرع الالماني طبعا كان اجاز صدور امر بالقبض المؤقت بناء على اتخاذ قرار فوري بالاجراءات العاجله. اذا توفرت طبعا حاله من حالات الخشيه وحاله من حالات الضروره من عدم مثول وهرب المشتبه به امام المحكمه الجنائيه او المحكمه الجنائيه بصفه عامه يعني. وكان بيختص القاضي المختص في الحاله دي باتخاذ الاجراءات العاجله باصدار قرار بالتحفظ على المتهم، وفي الحاله دي كان لا يجوز مده اسبوع طبعا من تاريخ القبض على الشخص المشتبه فيه اذا توفرت حاله من حالات الهروب المتهم وعدم مثوله امام المحكمه الجنائيه. وهنتكلم بقى عن التحفظ عن الاجهزه الالكترونيه اللي بحوزه المتهم. زي ما احنا عارفين كده ان كانت نصوص قانون الاجراءات الجنائيه الالماني ما بتسمحش بتفتيش الاجهزه الالمانيه الموجوده بحوزه المتهم زي القانون او النظام الاجرائي الامريكي، الا في حاله صدور امر من القاضي المختص بتفتيش الاجهزه الالكترونيه زي الهاتف المحمول او اللوحي او الهاتف اللوحي او السمارت فون اللي هو التليفون الذكي. ونص الشرع الالماني على الاجراءات، وكانت لنص الماده 94 من قانون الاجراءات الجنائيه الالماني كانت بتنص على ضبط الاشياء والتحفظ عليها من اجل الدليل. لفظ او مصطلح الاشياء هنا طبعا اللي في حيازه الشخص المشتبه فيه طبعا لابد كان من توافر اهميه للدليل طبعا في التحقيق، ويكون مرتبط بالتحقيق امام جهات التحقيق او سلطات التحقيق المختصه اللي هي النيابه العامه ومعاونيها من ضباط الشرطه. وكان يجب ضبط الاجهزه ديت مثلا والتحفظ عليها. وطبعا ان الشارع الالماني هنا كان اجاز لسلطات الضبط والتحقيق للنيابه العامه طبعا في الحاله ديت تسليم الشخص اللي بحوزته بناء على رضاه، يعني اذا كان لها اهميه في التحقيق الجاري يعني. واذا رفض الشخص المشتبه فيه تسليم الجهاز المحمول او الاشياء الماديه اللي بحوزته طبعا كان بيجوز للمحكمه في الحاله ديت ان هي تغرمه. وفي حاله بقى ان الشخص المشتبه فيه ان هو يصر على عدم تسليم الجهاز او الاشياء الماديه اللي بحوزته كان في الحاله ديت بيصدر امر من المحكمه بالقبض عليه والتحفظ على الاشياء، وده كان وفقا نص الماده 94 من قانون الاجراءات
البنائيه الالمانيه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان كان بيتم طبعا التحفظ على الاشياء اللي في حوزه المتهم غصب عنه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان في حاله بقى ان الشخص المشتبه دي يقوم بتسليم المواد الاشياء الماديه اللي بحوزته ومنها الهاتف المحمول زي ما احنا عارفين، ده اللي يخصنا في موضوع البحث بتاعنا. طبعا كان بيخضع لقواعد اخرى، وكان يجوز يعني للشخص المشتبه به ان يقوم بتسليم الهاتف المحمول بناء على طلب من النيابه العامه او الشرطه ذات نفسها، على اساس ان كان بيبقى فيه تحقيق جاري بخصوص وقعه معينه. وفي الحاله دي كان يجب على الشخص المشتبه به ان يقوم بناء على طلب النيابه العامه بتسليم الهاتف المحمول للنيابه العامه او ضابط الشرطه وفقا للجهه التي تقوم بالتحقيق معه. وكان بيصدر الامر برضه بالتحفظ من المحكمه في بعض الحالات اللي هي المستعجله طبعا، اللي كان بيجوز فيها اصدار امر من النيابه العامه او من رجل الشرطه ذات نفسه اللي بيعاون النيابه العامه في التحقيق الجاري بالفعل. وكان في الحاله دي بيتم التحفظ على الاشياء الماديه طبعا بدون امر من المحكمه، لان احنا زي ما احنا عايشين هنا بيتوفر حاله من حالات التلبس زي حاله التحفظ على هاتف المحمول اللي بحوزه المشتبه به او الجاني ذات نفسه. وكان المشتبه به اذا كان المشتبه به في الحاله ديت ما كانش بقى موجود بقى وقت التحفظ او الضبط وكان الطلباء موجودين، يعني كان بيجب الحصول على تأييد من المحكمه على صحه الاجراء بالتحفظ خلال 3 ايام، وده كان شرط اساسي وضعه القانون الاجرائي الالماني ليشترط الحصول على تأييد من المحكمه بعد الحصول على الاجراء ليصبغ الصبغه القانونيه على الاجراء اللي بيتم في حاله من حالات التلبس. وفي نفس الوقت الاشياء المتحفظ عليها دي بتظل تحت سيطره وتصرف النيابه العامه، وكان للنيابه العامه طبعا ان هي يجوز لها ان تقوم بتفتيش الاجهزه المتحفظ عليها طبعا ورجال الضبط في نفس الوقت. تمام؟ وزي ما احنا عارفين طبعا بعد التطور التقني في تقنيه المعلومات بالنسبه للاجهزه الرقميه عامه يعني ومنها الهاتف المحمول، كان في عندنا التوسع بقى في مدلول الشيء محل الضبط والتحفظ ذات نفسه. وكان في سؤال بيصور في الفقه الالماني طبعا عن مدلول لفظ الاشياء زي ما احنا قلنا اللي نص عليها المشرع الالماني في الماده 94 اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، وقلنا بيضبط الاشياء والتحفظ عليها من اجل الدليل. ده كان نص صريح، واعتبر ان موضوع الهاتف المحمول دوت للتحفظ عليه. وكان السؤال اللي بيصوب بقى هل بقى يتسع معنى الاشياء دي ليشمل الهاتف المحمول والاجهزه الرقميه الاخرى زي الهاتف مثلا الذكي او الاجهزه الرقميه الاخرى زي التابلت او الهاتف اللوحي. وبناء عليه طبعا كان السبب في صياغه السؤال دوت طبعا في نصوص قانون الاجراءات الجنائيه الالماني ان ما حددش المقصود بتعبير الاشياء هنا. تمام؟ لان طبعا كان المفروض يحدد لنا معنى الاشياء، ولكن طبعا كان بيتوسع ليشمل الهواتف المحموله، وكان القضاء الالماني ذات نفسه بيعتبر الاشياء ديت من ضمن او الهاتف المحمول بمعنى اصح من ضمن الاشياء اللي بيجوز التحفظ عليها وكاجراء من اجراءات التحفظ على الاشياء الماديه بالنسبه للمشتبه به. كان في راي راجح بقى في الفقه والقضاء الالماني كان بيرى اعتبار البيانات المخزنه في الهاتف المحمول بتدخل في مدلول الشيء او الاشياء ديت اللي بيجوز التحفظ عليها زي ما احنا قلنا. وكان في راي برضه بيختلف عليه الفقه برضه في النظام الاجرائي الالماني، كان بيرى ان قواعد التفسير بتقتضي عدم التوسع المفرط في النص اللي هو نص الماده 94 على اساس ان هو ما يخرجش بقى عن حدوده، يعني على اساس ان هو النص هنا محدد بالاشياء وزي النظام التقليدي في القانون او القضاء الامريكي اللي هو بيجيز التحفظ وعلى الاشياء الماديه ومنها الهاتف المحمول. وده كان راي يعني شاذ شويه في القانون الالماني. ونبدا نتكلم بقى عن فحص وتفتيش الاجهزه الالكترونيه. زي ما احنا عارفين ان المشرع الالماني كان اجاز تفتيش جسم المشتبه به ذات نفسه ومسكنه والاشياء اللي مملوكه بيها زي مثلا الاشياء اللي موجوده في حوزته زي ما احنا قلنا، زي مثلا الاجنده الورقيه او اللي هي خاصه بتسجيل الارقام والهواتف المحموله،
لبعض الاشخاص الاخرين، وكان برضو يقوم برضو بتفتيش الاشياء على اساس ان الشخص دوت المشتبه به لاما يكون فاعل او شريك في جريمه بالفعل، وبيتم التحفظ والتعامل في البيانات او بعض الاشياء المسروقه او تسهيل الفرار بعد ارتكاب الواقعه المزعومه يعني. تمام. وكان في الوقت نفسه ان التفتيش هنا كان غرض بيتم القبض على الشخص نفسه على اساس ان من المحتمل يؤدي تفتيش الشخص دوت والعثور على دليل من التفتيش، طبعا بناء على اساس القاعده الاساسيه اللي كانت معروفه برضو، اذا صح القبض صح التفتيش. وكان بيصدر الامر بالتفتيش طبعا من قاضي، زي ما احنا قلنا المبدا الاساسي عندنا ان لابد ان يصدر الاوامر الماسه بالحريه الشخصيه من قاضي، وكان يجوز برضه في حالات اضرار الاستعجال صدوره من النيابه العامه زي ما احنا قلنا، ولكن ده استثناء طبعا من القاعده الاساسيه ان يجوز القبض على المشتبه به في حاله من حالات التلبس او من الشرطه نفسها او من النيابه اللي بتحقق معاه. وفقا لنص الماده 105 البند الاول، وكان عندنا برضه نص الماده 110 من قانون الاجراءات الجنائيه الالماني، كان بينص على اجراءات منها فحص الاوراق ووثائق التخزين الالكترونيه. وكان البند الاول من الماده 10 ديت اللي كانت بتجيز للنيابه العامه ورجال الشرطه المعاونين لها في التحقيق طبعا التحفظ على بعض الاوراق اللي في حوزه الشخص المشتبه به اللي هو محل التفتيش. وكان في الحاله دي طبعا ما بيجوز للموظفين العموميين طبعا من غير النيابه العامه او هيئه الشرطه او اللي هو ضابط الشرطه ذات نفسه ان هو يتحفظ على الاوراق الخاصه ببعض المشتبه به الا اذا سمح الشخص المشتبه به بذلك، يعني تم التفتيش بارادته او بموافقته على التفتيش وفحص الاوراق، ولكن طبعا ما كانش بيسمح بتفتيش بعض الاوراق او الاوراق الخاصه بالمتهم يعني اللي هو المشتبه به الا اذا ابتدى الامر فحص تلك الاوراق يعني. وكان بيجب بقى على الموظفين العموميين العاملين بقى بالنيابه او بهيئه الشرطه في الوقت دوت او ضباط الشرطه ان هم يضعوا الاوراق دي في مصروف، وكان بيقوموا بختم برضه الاوراق دي زي عندنا كده في النيابه العامه بيضعوا الاوراق اللي هي لها علاقه بالجريمه محل التحقيق ويرسلونها للنيابه العامه طبعا وبيتم التحفظ عليها وتبقى الاوراق تحت حوزه وتحت سيطره النيابه العامه للتصرف فيها. تمام. وبناء عليه طبعا بيتم فحص الاوراق ديت من خلال النيابه العامه كاجراء من اجراءات التفتيش زي ما احنا عارفين، وان كان النيابه العامه بتقوم برضه بالاطلاع على الاوراق دي طبعا وتفحصها طبعا فنيا وبصريا عشان تعرف المعلومات وتتاكد من سلامه الدليل اللي تم التحصل عليه عن طريق الموظفين العموميين العاملين بالنيابه العامه او العاملين بهيئه الشرطه. وكان في سؤال بقى بيثور عن مدى بقى شمول تعبير الاوراق بذات نفسها اللي هو موجود في نص الماده 110 على اساس ان البيانات دي بتحمل الوثائق الالكترونيه زي ما احنا قلنا اللي هي اللي موجوده في الهاتف المحمول، على اساس ان الهاتف ده طبعا بيعتبروه برضه من يعني يخضع لتعبير الاوراق على اساس ان البيانات اللي بيحملها الهاتف المحمول ديت وما يحملهم من وثائق الكترونيه ممكن ان هو ينطبق عليه نص الماده 110، ولكن المحكمه الدستوريه العليا الالمانيه طبعا اعتبرت ان الوثائق الالكترونيه اللي هي موجوده عليها البيانات ديت طبعا كان بتدخل تحت مدلول الاوراق، وده يعني انا اعتبر ان هو يعني تفسير شاذ شويه يعني، وان هو بيجوز فحص الهواتف المحموله وغيرها من الاجهزه الالكترونيه وفقا للقواعد العامه في النيابه العامه من تفتيش الاجهزه المحموله طبعا او مش ويعني وما يمثلها من اجهزه رقميه. وكان الضابط اللي كان بتقوم عليه الاحكام الصادره من المحكمه الدستوريه طبعا على اساس ان تفتيش الاشياء دوت اللي بيتم التحفظ عليها على اساس توافر احتمال يعني ان البيانات دي اللي بيحتويها الشيء المضبوط بيكون لها اهميه في الاثبات الجنائي. تمام. وان الضابط دوت لابد ان يتوفر بالنسبه للهاتف المحمول على اساس ان الهاتف المحمول دوت بتتسع قدرته من على تخزين البيانات زي ما احنا قلنا على اساس ان البيانات ديت هي الماده الخام للمعلومات اللي بيتم معالجتها عن طريق المعالج الالكتروني وبيتم التحصل على المعلومات من خلال البيانات اللي بتحافظ عليها على الهاتف المحمول. وكان طبعا يعني كان يجب ان
يتم التفتيش في الهاتف المحمول طبعا، الا اذا كان طبعا له اهميه على وجود دليل يكون له علاقه متعلقه بالتحقيق اللي هو جاري من النيابه العامه او عن طريق هيئه الشرطه او ضباط الشرطه. وكان يجب ان هو يتوفر برضه امكانيه تفتيش البيانات دي ذات نفسها، وفي حاله بقى عدم صدور قرار بتفتيش الهاتف المحمول اللي هو تم التحفظ عليه من مامور الضبط القضاء او ضابط الشرطه في القانون الالماني يعني، او القيام بتفتيش في الحاله ديت بيكون هنا غير مشروع وغير جائز التفتيش، لانه تم بناء على عدم صدور اذن بالتفتيش للهاتف المحمول. ده كان المفروض اللي يتم يعني. ولكن بقى اذا تعلق بقى الامر بالبيانات اللي تتعلق بالتحقيق اللي هو بيجري عن طريق النيابه العامه او عن طريق ضابط الشرطه، وما كانش الغرض اللي هو العثور على دليل متعلق بالجريمه محل التحقيق سواء كان عن طريق النيابه او عن طريق ضباط الشرطه، وفي الحاله دي بيتم الحصول وتخزين البيانات دي واستخدامها، كانوا بيعتبروا عمل غير مشروع وغير قانوني. وكانت بتخضع اجراءات التحفظ على الاجهزه الالكترونيه واستخدام الاجهزه الالكترونيه او استخدام البيانات المتحصله او المعلومات المتحصله من الهاتف المحمول او الاجهزه الالكترونيه بصفه عامه لمبدا مشهور، مبدا التناسب. وزي ما احنا عارفين ان مبدا التناسب ده مبدا دستوري وكان مشهور جدا في كافه الاجراءات الجنائيه الالمانيه، وفي المشرع الالماني ذات نفسه كان بيقتضي وجود تناسب الاجراء التحفظ النفس والتفتيش مع مدى جسامة الجريمة ذات نفسها، على أساس وجود شبهة في الشخص المشتبه فيه، على أساس أنه هو يكون شخص فاعل أصلي في الجريمة يعني، أو شريك في الجريمة اللي هي محل التحقيق اللي هو من خلال النيابة العامة أو عن طريق ضابط الشرطة. إذا كانت الجريمة ذات نفسها اللي هي اللي تم القبض عليها بناء على حالة من حالات التلبس مثلا، أو بناء على إذن من القضاء، كانت جريمة بسيطة مثلا ما تتسم بالبساطة يعني، مش جريمة مش جناية بمعنى صح يعني، وكانت الشبهة ديت مش قوية يعني على أساس إن قاعدة التناسب مش متوفرة، ففي الحالة ديت كان لا يجوز القيام بإجراء التفتيش. تمام، كان يجوز القيام بالتفتيش وفقا للنص الظاهر في قوانين الاجراءات الجنائيه، وكانت بتتقيد سلطات التحقيق بان البيانات الموجوده بالهاتف نفسها يجب ان هي تخص التحقيق اللي بيجري التحقيق الجنائي بشانه، ولابد يكون في علاقه بين الجريمه محل التحقيق، ولابد ان يكون لها اهميه في اثبات او نفي ذات نفس الجريمه محل التحقيق. وان السلطات الالمانيه ذات نفسها كانت بتلتزم بفحص الجهاز في وقت قصير يعني، في اقصى وقت ممكن يعني، على اساس انه من الحاله الواقعيه كان اصحاب الهواتف المحموله يقوموا طبعا بتامين الدخول للهاتف المحمول بكلمات سر، وكان في الحاله دي طبعا بيتم تشفير البيانات ويؤدي لصعوبه في فحص الاجهزه وتحليل البيانات ومنها الهاتف المحمول، زي ما عرفنا ده من الصعوبات اللي بتواجه الخبير على اساس ان هو بياخد معاه وقت ان هو يفك الشفرات الخاصه بالهاتف المحمول. وفي الحاله دي طبعا صدر امر بفحص يعني رصيد من وسائط التخزين الالكتروني، زي ما احنا عارفين مثلا كان في الحاله دي كان الامر بالتفتيش اللي بيصدر كان بيمتد طبعا للوسائط الاخرى اللي هي متصله بيه، وكان في الحاله دي بيجوز الدخول طبعا من خلال الوسيط الاولاني. يعني زي ما احنا قلنا مثلا ان كان الهاتف المحمول دوت وقع منه جريمه من الجرائم الالكترونيه، فكان في الحاله ديت ان انا اقدر اخش من الموقع الالكتروني للهاتف المحمول عشان اتحصل على المعلومات اللي بناء عليها اثبت الجريمه الالكترونيه اللي قام بها الشخص المشتبه به باستخدام هاتفه المحمول والتحصل على مبلغ مالي مثلا عن طريق النصب او عن طريق الدخول الى احد البنوك وسرقه بعض الاموال من البنوك. تمام، وقلنا في ارتباط بقى للغرض من التفتيش بالجريمه اللي بيجري تحقيقها وتكشف دليل يتعلق بجريمه اخرى عرضه. وزي ما احنا قلنا ان المشرع الالماني ذات نفسه اوجب ان لابد ان يكون هناك صله بين التفتيش اللي بيقوم به ضابط الشرطه وبين الجريمه اللي بيجري التحقيق من خلالها عن طريق النيابه العامه. تمام؟ وكان نص الماده 2 من قانون الاجراءات الجنائيه كان بينص على ان يكون التفتيش للغرض الذي تم القبض على الشخص من اجله. ولابد ان هو يكون في احتماليه لوجود دليل
مرتبط بالتفتيش اللي بيقوم به مأمور ضبط القضايا او ضابط الشرطه، وان في نفس الوقت برضو التفتيش ده لو اسفر عن وجود دليل يتعلق بجريمه اخرى، كان في الحاله دي كان بيجب على مأمور ضبط القضايا او ضابط الشرطه كان يجب عليه ان هو يخطر النيابه العامه على الجريمه الاخرى اللي تم اكتشافها بطريق الصدفه او وجدت عرضا اثناء القيام باجراء من اجراءات التفتيش في الجريمه، محل الضبط الصادر بها اذن من القضاء او وجود المتهم في حاله من حالات التلبس. ونبدا نتكلم بقى عن تتبع اماكن الاجهزه الالكترونيه، وزي ما احنا عارفين ان تتبع الاجهزه الالكترونيه كان بيتم من خلال ثلاث وسائل مشهوره عندنا، طبعا كانت بتتم عن طريق تحديد مكان الهاتف المحمول من خلال الاشارات اللي بتصدر من الهاتف المحمول الى شركات الهاتف المحمول ذات نفسها اللي بتقدم الخدمه، وكان في الحاله دي تقدر اعرف الاماكن اللي بيتردد عليها الشخص الحامل للجهاز المحمول من خلال الرسائل الصادره والوارده، واقدر اعرف المكان الموجود فيه الشخص اللي هو حامل الهاتف المحمول والزمن اللي موجود فيه، وكان في الحاله دي تقدر اثبت وجوده اثبات وجود المتهم المشتبه به او عدم وجوده على مسرح احداث الجريمه محل التحقيق عن طريق النيابه العامه. كان في عندنا وسيله ثانيه طبعا كانت عباره عن اللي هو نظام تحديد المواقع الجغرافيه اللي هو الجي بي اس اللي هو موجود عندك على الجهاز، وده نظام عالمي معروف للملاحه طبعا، كان بنقدر نعرف مكان الشخص من خلال برنامج متصل بالاقمار الصناعيه زي ما احنا عارفين، وده موجود على الهاتف المحمول عن طريق اللي هو الاب اللي هو موجود عندك التطبيق اللي موجود الجي بي اس اللي موجود على الهاتف المحمول، وفي نفس الوقت نقدر نعرف الوقت اللي هو كان زار فيه مع شخص اخر او عن طريق برضو الارشاد عن بعض الاشخاص من خلال الخرائط المستخدمه من المواقع الجغرافيه دي طبعا، والاماكن اللي ارتادها الشخص المشتبه به، وده كان بيساعد طبعا في اجراءات التحقيق والضبط من خلال مامور الضبط القضائي. وكان طبعا في عندنا طبعا بعض النظم بتجيز وضع جهاز للتتبع بيرتديه الشخص طبيعه طبعا، زي النظام الالماني زي ما احنا اتكلمنا ان المتهم المشتبه فيه مثلا او اللي هو كان محبوس احتياطي ممكن يستخدم كبديل لبدائل الحبس الاحتياطي، ويتم ارتداء الشخص المشتبه به طبعا سوره الكترونيه، ويتم متابعه المتهم من خلال الدوائر اللي بيتم فيها خروج المتهم، اذا خرج المتهم عن دائره محدده له ففي الحاله دي يتم بقى استبدال العقوبه اللي هي تم استبدالها والرجوع الى الحبس الاحتياطي. تمام؟ وكان في عندنا بعض الانظمه طبعا بتجيز وضع جهاز تتبع يعني من غير علم الشخص ذات نفسه، وكان في بعض الحالات بتشترط الحصول على اذن من سلطات التحقيق زي ما احنا عارفين، وكان لابد يتتبع الشخص طبعا من خلال الاجهزه دي زي الهاتف المحمول زي ما احنا قلنا واجهزه الكمبيوتر اللوحي والساعات الالكترونيه اللي هي بترسل اشارات لشركات الخدمه اللي هي شركات خدمه الهاتف المحمول، ومن خلال طبعا النظام الملاحي اللي احنا قلنا عليه اللي هو جي بي اس واستقبال الاشارات دي بيتم معرفه مكان الشخص وتواجده في مصلح احداث الجريمه. كان في عندنا وسيله ثالثه طبعا هي نظام تحديد الهويه بموجات الراديو. تمام؟ ودي كانت وسيله معروفه عن طريق بعض الرقاقات الرقميه اللي هي المصنوعه من السيليكون، وكانت موجات الراديو دي بتستخدم هوائي وجهاز لقراءه ارسال واستقبال المعلومات عن طريق موجات الراديو ذات نفسها. تمام؟ وكان عندنا بعض الرقاقات دي بتحتوي على الذاكره، وبعض المحلات كانت بتستخدم النظام الهويه ده بموجات الراديو دول في المكتبات العامه عشان تعرف اماكن الكتب. وكان في عندنا برضو بعض البطاقات الهويه دي طبعا على اساسها اعرف مكان الشخص وتتبعه واعرف منه مكانه، وكان برضو في عندنا ممكن اقدر اتتبع عن طريق لوحات السيارات زي ما احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وعرفنا ان انا اقدر احط الشرائح الرقيقه ديت او الرقائق الرقميه ديت على لوحه السيارات عشان اقدر اعرف مكانها واتابعها واقدر اتوصل الى البيانات ورقم السياره واقدر اتتبع السياره في حاله سرقتها.
تمام. وبرضه كان في برضه بعض النظم بتستخدم نظام الهوية بمجرد دوت عن للتعرف على الحجاج عشان تنظم الحجاج وتعرف اماكنهم، وبرضه كان بيستخدم في التسوق، وكان ممكن ان هو يستخدم برضه شحن بعض الرقاقات ديت لبعض المبالغ الماليه، وكانوا بيعتبروها كمحفظه من النقود الالكترونيه زي نظام فيدافون كاش اللي موجود عندنا دوت. اقدر استخدم المحفظه ديت في الشراء بعض الادوات او بعض اللوازم الشخصيه للشخص ذات نفسه، تمام. وكان عندنا برضو بعض النظم زي نظام الامان طبعا كان يتتبع المجتمع زي ما احنا قلنا عن طريق استخدام الاساور الالكترونيه طبعا، وكان زي ما احنا عارفين طبعا ان الوسائل ديت بتمس حريه الخاص طبعا للانسان طبعا، لان طبعا الشخص المشتبه بيه بيبقى مراقب في كل وقت وكل زمان، على اساس ان هو كان يجب على المشرع ان هو يضع ضوابط على اساسها يتم التوازن بين حرمه الحياه الخاصه وبين النفع الناتج عن استعمال الوسائل دي. وكان عندنا برضو زي ما احنا قلنا بعض النظم زي النظام الالماني بيستخدم الاساور الالكترونيه او تحليل العرق العينات العرق لمعرفه نسبه الكحول في الدم. كان عندنا طبعا القانون الاسكتلندي كان بينظم المراقبه الالكترونيه بالنسبه للاشخاص البالغين اللي هم عندهم 16 سنه فاكثر يعني، وكان في بيصدر امر بتقييد حريه بعض الاشخاص يعني بموجب اذن من المحكمه، وكان بيصدر امر بالحبس المنزلي وعدم التجول خارج المنزل، وكان برضه بيصدر بعض الاوامر بالعلاج والفحص المخدرات، وكان بيتم عن طريق الاذن من المحكمه، وكان يشترط طبعا لاستفاده المحكوم عليه من نظام البارول دوت في النظام القانون الاسكتلندي، تمام. وزي ما احنا عارفين ان نظام تتبع الاماكن اللي بيرتبطها الهاتف المحمول على وجه الخصوص طبعا الهاتف المحمول زي ما احنا عارفين طبعا بيبقى له وظائف كتير، بيتم استخدام الهوائيات اللي هي متصله بالشركات تقديم الخدمه عن طريق الهاتف المحمول يعني من خلال ارسال واستقبال اللي هي الاشارات اللي بتصدر عن الهاتف المحمول في كافه الاماكن اللي بيتم ارتداد شخص او تردد الشخص على تلك الاماكن من خلال الابراج طبعا والاعمده الاناره اللي هي موجوده عليها الشبكات ديت او الهوائيات بمعنى اصح، وطبعا بتبقى موجوده برضو على بعض الابنيه والعمارات يعني، تمام. وزي ما احنا عارفين ان بعض المواقع بتكون مزوده بهوائيات، الهوائيات دي يمكن معرفه متابعه الهاتف المحمول، وبعض الاجهزه الالكترونيه زي ما احنا عارفين زي الهاتف المحمول بتسجل على اساسها بتسجل الشبكه اللاسلكيه تواجد الشخص او عدم تواجده في مكان معين على مصدر احداث الجريمه، تمام. وكان عندنا بيبقى في الشركة ذات نفسها بيبقى في موجود عندنا سجل اقدر اعرف منه مكان الهاتف دوت، واقدر اجمع المعلومات ديت عن طريق شركة تقديم الخدمة الهاتف المحمول، واقدر على اساس ان هو مكان الهاتف منه بالنسبة للشركة ان هي بتحصل على نقطة ضعف بالنسبة لعدم الشبكات يعني او الهوائيات، او الحصول على رسوم طبعا من المستخدم اللي هو في حاله الخروج بقى عن التغطيه واستخدام خاصيه التجوال اذا خرج مثلا خارج اطار جمهوريه مصر العربيه واستخدم الهاتف المحمول، لان التعريف هنا بتختلف طبعا، تمام. وهنتكلم بقى عن القانون المصري من حيث تتبع الهاتف المحمول، وزي ما احنا عارفين ان القضاء المصري ما كانش بيثير مشكله في حاله جواز تتبع الهاتف المحمول او غيره من الاجهزه الرقميه زي الايه الهاتف الذكي اللي هو السمارت فون، او ماهيه الضوابط اللي بيتم على اساسها ان بيتم اجراء القبض او التفتيش بطريقه مشروعه. زي ما احنا عارفين كان عندنا نص الماده 6 من قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات اللي هو قانون 175 لسنه 2018 اللي كانت بتنص على ان لجهه التحقيق المختصه بحسب الاحوال ان تصدر امرا مسببا لمامور الضبط القضائي المختصين لمده لا تزيد على 30 يوما قابله للتجديد لمره واحده متى كان لذلك فائده في ظهور الحقيقه على ارتكاب جريمه معاقب عليها بمقتضى احكام هذا القانون بواحد او اكثر مما يلي: اولا ضبط او سحب او جمع او التحفظ على البيانات والمعلومات او انظمه المعلومات
وتتبعها في أي مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إلكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤسس ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة إن كان لها مقتضى. ثانياً بقى البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقاً لغرض الضبط. ثالثاً بقى أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا البيانات المستخدمة الخدمة وحركة الاتصالات اللي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني. وزي ما احنا شايفين كده من النص دوت ان الضوابط اللي نص عليها الشرع المصري كانت ضوابط عامه، ما كانتش بتحدد يعني على اساسها حمايه حقوق الشخص وصيانه حرياته. وزي ما احنا عارفين ان المشرع المصري هنا ما وضعش ضابط من حيث مدى جسامه الجريمه او اتصالها بالشخص موضوع المراقبه زي ما شفنا في القانون الامريكي والقانون الالماني، او حتى يعني توافر دلائل قويه مثلا اللي بتجيز اتخاذ اجراء التفتيش او ضبط الهاتف المحمول اللي على اساسها بيتم صدور الامر من النيابه العامه. وطبعا زي ما احنا شايفين طبعا ان عدم صدور امر من جهه قضائيه مثلا زي ما احنا شفنا في القانون الالماني بيأثر على الضمانات القضائيه اللي بتأثر على مصدر القرار ذات نفسه والضوابط اللي بيضعها المشرع ذات نفسه على اساس ان ده بيمس بالحريه الشخصيه والاجراء ذات نفسه. تمام. وزي ما شفنا طبعا ان استاذنا الدكتور طبعا كان الدكتور اشرف شمس الدين كان بينتقد هذا الوضع، وبناء عليه طبعا كده احنا توقفنا عند تتبع الهاتف المحمول في مصر، واللقاء القادم ان شاء الله هنتكلم عن تتبع الهاتف المحمول في القضاء الامريكي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.